الضغط على الكل. الركلة الأولى لهولندا ضغط من الركلة الأولى من الركلة الترجيحية الآن أمام سيلسين وميسي كورة يسجل نت في المنتخب الهولندي وقائدة رين روبن يلعب كورة في المرمى هدف سيلسين جارا يتقدم يلعب كورة في المرمى يخصص في الكرات الثابتة لدى المنتخب الهولندي سنايدر كورة ضغط إلى ماركانا قريبين جدا كون أغوير وسيلسين كرة في المرمى هولندا دير كاوت أمام الروميرو وكرة في المرمى سنتر كاوت يتمنى أن يتصدى لكرة ماكسي